قارب الإنقاذ، قارب الإنقاذ نورس في المضيق الدافئ، قارب الإنقاذ نورس، قارب الإنقاذ، قارب الإنقاذ نورس في المضيق الدافئ، قارب الإنقاذ نورس. في الممر المرعب في المضيق الدافئ، القارب الوديع يساعد الجميع، لا يخاف العاصفة قلبه والعاطفة، يساعد الجميع حضوره سريع، قارب الإنقاذ. قارب الإنقاذ، قارب الإنقاذ نورس في المضيق الدافئ، قارب الإنقاذ نورس. الرياح قوية جدا هذا اليوم. أجل، يبدو أن هناك عاصفة وشيكة. وهذا يعني شيئا واحدا، وهو أن لا أحد سيشاركني الصيد اليوم. عتيق، أتصطاد في مثل هذا الجو؟ إن لم أصطاد فلن آكل. أرجو ألا تداهمه العاصفة. ينبغي لك ألا تتدخل في أمور لا شأن لك بها، كأمور الصيد وغيرها. لا تنسي أنني قارب إنقاذ، فأنا من سينقذهم إن تعرضوا للعاصفة. قارب إنقاذ؟ أتطلق على نفسك اسم قارب إنقاذ لكونك أنقذت برقاً وجررته خلفك مرات عديدة؟ أعطني المؤنة التي تخص سراج. من الأفضل أن تسمي نفسك قارب نقل البضائع. لقد أحضرت مثبت شاربي في الوقت المناسب. معك حق، فالعاصفة قوية. وهل تدعو هذه عاصفة؟ لا يا عزيزي، هذه هي مقدمة العاصفة فقط. إنما يقلقني هو خروج القوارب للصيد وبينهم عتيق. إنهم معتادون على ذلك. كان من الأفضل أن ينتظروا حتى تهدأ العاصفة. ولكن هذه العاصفة قد تستمر لأسابيع عديدة، لذلك فهم يخرجون من بدايتها قبل أن تشتد عليهم. وهل شهدت الكثير من العواصف؟ عواصف بعدد شعر الرأس، وعندما كانت تعصف بشدة قارب الإنقاذ السابق كان ينقذها. كان ماهراً جداً في عمليات الإنقاذ. كم أرجو أن تصبح في مثل مهارته تماماً. آمل ذلك. العاصفة تشتد، وهنا يبدأ عملك الحقيقي، فاستعد له جيداً وتأهب وتأكد من عودة جميع القوارب. حسناً. يبدو أن عاصفة هذا العام ستكون قوية جداً. هيا اسحب الشباك ودعنا نعد أدراجنا. هيا نستعد للعودة يا ريحان. لم نصطد شيئاً. مرحباً يا عتيق، هل أنت عائد لتحتمي بمقصورتك في المضيق الدافئ؟ ألا ترى أن العاصفة قد بدأت تشتد؟ لا أيها العجوز الطيب، أظن أنك لم تعد قادراً على الصيد. ضعفاء، لا
يخافون من الأمواج. أليس ذلك هو قارب الإنقاذ؟ لدي رسالة لكم من سراج. وما هي الرسالة؟ كلفني أن أقول لكم إن العاصفة تشتد كثيراً، لذلك فليتجه الجميع إلى المرفأ. لقد كنا راحلين لتونا يا نوراس. ستعود إلى المرفأ؟ نعم، في الحال يبدو أن عاصفة قوية جدا في طريقها إلينا. هذا رأي سراج أيضا. هيا يا عتيق، سأتبعك إلى المرفأ. دعنا نصطاد. أنت طماع جدا يا ريحان. لدينا من السمك ما يكفينا لأسبوع. ماذا تريد أيها الصغير؟ يقول سراج إن العاصفة وشيكة وعليكم العودة. ربما تستطيع إخافة القوارب المطاطية بمثل هذا الكلام، ولكن حوتا لديه الخبرة الكافية لمثل هذه العواصف. يا لك من غبي. هيا اذهب أنت، سآتي عندما أرغب في ذلك. لن يأتي حوت معنا؟ لن يأتي، سنعود وحدنا إلى المضيق. أشعر بالسعادة لعودتنا. ما رأيك يا ريحان؟ وصلنا؟ أجل، وصلنا بسلام. انظر هذه حوامة. ما الذي تحمله؟ أظنها كانت تصطاد. لم أكن أعلم أن حوامة صيادة ماهرة. من أين أتيت بهذه الأسماك؟ هذه الأسماك لحوت. وأين هو؟ بقي هناك ليصطاد المزيد. حوامة، احذري العاصفة. هل أنت بخير؟ افسحوا لها لتتمكن من الهبوط. الرياح قوية جدا، سأبقى هنا ريثما تهدأ العاصفة قليلا. حوت لم يعد حتى الآن. سيكون حوت بخير، فلديه خبرة بالصيد أثناء العواصف، على عكس آخرين يدعون الشجاعة بالكلام. أنا لن أبقى مستيقظا حتى يعود حوت. أيقظوني عندما يصل. كالعادة. أنا وحدي في البحر كالأفندي، بكل مهارة أصطاد الأسماك في البحر. حوت أنا وحدي في البحر كالأفندي، بكل مهارة أصطاد الأسماك في البحر. قالوا لن أصطاد. لقد اصطدت الكثير من الأسماك، ولا أظن أنهم يستطيعون أن يفعلوا مثلي أبداً. فأنا الماهر، وأنا من يستطيع أن يصطاد هذه الكمية الكبيرة من السمك. إنهم يعلمون ذلك حتماً، ولا يستطيعون أن يفعلوا مثلي أبداً.
قارب الإنقاذ، قارب الإنقاذ نورس في المضيق الدافئ، قارب الإنقاذ نورس، قارب الإنقاذ، قارب الإنقاذ نورس في المضيق الدافئ، قارب الإنقاذ نورس في الممر المرعب في المضيق الدافئ. القارب الوديع يساعد الجميع، لا يخاف العاصفة قلبه والعاطفة، يساعد الجميع حضوره سريع قارب الإنقاذ.